ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده هناخد ليكتشر 8 بايو اللي هي البنتوز فوسفيت باث واي والنيكوتينامايد ادينين داي نيكلوتايد فوسفيت اللي هي النات بي. تمام. اول حاجه مبدئيا البنتوز فوسفيت باث واي بتحصل فين؟ البنتوز فوسفيت باث واي دي ليها اسم تاني اللي هي الهكسوز مونوفوسفيت شنط. تمام. بتحصل السايت بتاعها بتحصل في السيتوزول. البروسيس دي عباره عن تو فيزز. الفيرست فيز عباره عن اسمها ايرريفرسبل اوكسيديتيف فيز، هي irreversible reactions و oxidation reactions. تمام. تاني phase هي عبارة عن series of reversible sugar phosphate interconvergence، هي عبارة عن سلسلة من reversible reactions. irreversible reactions دي طبيعة reactions دي هي تحويلات، بحول sugar phosphate لsugar phosphate تاني. تمام. there two phases، أول phase irreversible oxidative phase، وتاني فيز اللي هي series of reversible sugar phosphate interconvergence، تحويلات من sugar phosphate معين لsugar phosphate تاني. طيب اول حاجة احنا عندنا في الاوكسيديف فيز اللي هي اول فيز بس هي اللي بتطلع لي نات بي اتش، لكن السكند فيز اللي هي الريفرسبل شوجر فوسفيت انتر كونفرجنس دي مش بتطلع لي نات بي اتش. تمام. ماشي. ايه اهمية البروسيس دي او انا بعملها ليه او بستفيد منها بايه؟ هي اوكسيديتيف باث واي اوف جلوكوز. يعني ايه؟ يعني انا بحرق جلوكوز، بس انا بحرق الجلوكوز مش علشان اطلع طاقه، لا انا بحرق الجلوكوز علشان هطلع امبورتنت كومباوندز السيل محتاجاها. ايه هما؟ حاجتين، نات بي اتش والريبوز 5 فوسفيت. طيب هم دول مهمين طبعا. مهمين في ايه؟ ان النات بي اتش ديت مهمه جدا كبايو كيميكال ريدكتنت، هي بتاكت از بتشتغل كريديوسنج ايجنت في بايو كيميكال بروسيسز جسمنا بيحتاجها، وهنشوف ايه هي كمان شويه. الريبوز 5 فوسفيت دي برضو مهمه جدا علشان النيوكليوتايد بايو سينثيسز، عشان اصنع بيها، بستخدمها عشان اصنع بيها الدي ان ايه والار ان ايه. تمام. ايه بقى احنا عندنا؟ the pentose phosphate pathway provides a major portion of the body's net pH which functions as a biochemical reductant. وتاني حاجة it also produces ribose 5 phosphate required for the nucleotide biosynthesis. تمام. احنا عندنا في الرياكشن دي احنا زي ما احنا قلنا مش هدفها مش ان احنا ناخد طاقة او نطلع energy او اي حاجة، عشان كده بنقول ان no ATP is directly consumed or produced in the pathway. يعني مفيش ATP directly produced او يعني ان انا اصنعه او استهلكه في الباثوي دي، ممكن يطلع بس indirectly، يعني ده مش هدفي الاساسي. تمام. عندنا الفيز الاولانيه اللي هي الريفرسبل اوكسيديتيف رياكشنز. اول حاجه عندنا، اول فيز عندنا اللي هي الريفرسبل اوكسيديتيف رياكشنز. تمام. اول رياكشن فيها الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجين دي هيدروجينيشن. تمام. يعني ايه؟ انا عندي جلوكوز بيدخل السل بجلوت ترانسبورتر، وعندي بعد ما دخل السل في انزيم معين بيشتغل عليه اسمه جلوكوكاينيز او هيكسوكاينيز على حسب التشو. تمام. التو انزيمز دول جلوكوكاينيز او الهيكسوكاينيز يعني حولوا لي الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفيت. تمام. طيب الجلوكوز 6 فوسفيت بقى لإلا بقى هيخش الجلايكوليسيس عشان يديني الانرجي، او هيخش الباثوي اللي هي البنتوز فوسفيت باثوي اللي هي موضوعنا النهارده. تمام. اول حاجه لما يجي يخش البنتوز فوسفيت باثوي هيحصل له اوكسيديشن. تمام. يعني ايه اوكسيديشن؟ يعني بواسطه انزيم اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. يعني انا عندي الجلوكوز 6 فوسفيت خلاص هعمل له اوكسيديشن، هحوله من جلوكوز 6 فوسفيت ل 6 فوسفو جلوكو جلوكونو لاكتون. 6 فوسفو جلوكونو لاكتون. تمام. طيب ايه الانزيم اللي بيكاتالايز الرياكشن دي؟ الانزيم ده اسمه جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز انزيم، وده انزيم مهم جدا. وطبعا احنا عارفين ان اي انزيم بيبقى ليه كو انزيم بيساعده ان هو يعمل الفانكشن بتاعته. الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز انزيم دوت الكو انزيم بتاعه هو الناد بي بوزيتيف. تمام. لان الناد بي بوزيتيف ده هو اللي هيحصل له ريدكشن. تمام. ده اللي هيحمل الالكترونز او هيحمل الاتش وهيبقى ريديوست تو نات بي اتش. تمام.
يبقى دي اول، يبقى دي الانيشال رياكشن، دي الرياكشن اول رياكشن خالص في الباث واي ده، ومهمه جدا لان دي الريت ليميتنج والكوميتد والريجوليتد ستيب اوف ذا باث واي. يعني انا لو عايز اعمل ريجوليشن للباث واي ده، عايز اقلله او ازوده او حاجه، هتحكم في الرياكشن دي بالذات. تمام، ايه اللي بيحصل في الرياكشن دي؟ زي ما احنا قلنا ان جلوكوز 6 فوسفيت هيحوله الى 6 فوسفو جلوكونو لاكتون. تمام، الانزيم باي جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز انزيم، الانزيم ده محتاج كو انزيم ناد بي بوزيتيف. الناد بي بوزيتيف دوت هو ده اللي هيحصل ريدكشن. انا بعمل اوكسيديشن لجلوكوز 6 فوسفيت ل 6 فوسفو جلوكونو لاكتون، والناد بي بوزيتيف هيحصل له ريدكشن. تمام، الكو انزيم ناد بوزيتيف هيحصل له ريدكشن لناد بي اتش. تمام ماشي، زي في الدايجرام عندنا، متوضحه في الدايجرام عندنا الرياكشن دي. طيب الناد بي اتش يوزز، تمام، انا قلت ان انا بطلع الـ بطلع الـ الـ يعني بستفيد من الباث واي ده ان انا هطلع حاجتين، الناد بي اتش وهطلع رايبوز 5 فوسفيت. تمام، قلنا الرايبوز 5 فوسفيت هنستخدمه علشان النيوكليوتايد بايوسينثيسيس، تصنيع الدي ان اي والار ان اي وكده. تمام، لكن الناد بي اتش بقى ده ايه اهميته بالنسبه لي؟ الناد بي اتش اول حاجه هو كو انزيم، تمام، وده بيختلف عن الناد اتش. تمام، يعني هو بيشتق من الناد اتش. طب ايه الفرق ما بين الناد بي اتش والناد اتش؟ البريزنس اوف فوسفيت جروب. تمام، الفوسفيت جروب ديت خلت ادت الناد بي اتش القدره ان هو يدخل في كذا بايو سينثيتك رياكشن كريديوسنج ايجنت. تمام، يبقى انا عندي الكو انزيم ناد اتش بيختلف بيشتق او بيديفر فروم ناد اتش باي ذا بريزنس اوف فوسفيت جروب. ايه اهميه الفوسفيت جروب دي؟ الفوسفيت جروب دي هي اللي هتالاو ذا يوز اوف ذا ناد اتش ان ذا ريدكتيف بايو سينثيتك رياكشنز. زي ايه مثلا الرياكشن دي؟ زي ايه؟ اول حاجه الريدكتيف بايو سينثيسيس. تمام، الريدكتيف بايو سينثيسيس ان ايه؟ انا عندي اول حاجه الناد بي اتش بستخدمه في رياكشنز معينه بتحتاج الكترون دونر، بتحتاج حد يديلها الالكترون، حدش حاجه شايله الكترون، حاجه شايله اتش وهتديه لها. ايه الحاجه دي؟ الناد بي اتش. ايه الرياكشنز دي؟ الفاتي اسيد، الكوليسترول، والستيرويد هرمون سينثيسيس. يبقى انا عندي اول يوز للناد بي اتش هو ان انا بستخدمه للسينثيسيس، ان انا اصنع الفاتي اسيد، سينثيسيس اوف ذا فاتي اسيد، كوليسترول، والستيرويد هرمون، عشان الرياكشنز دي بتبقى محتاجه الكترون دونر اللي هو الناد بي اتش. دي اول يوز. تمام، الاسترويد هرمون زي السكس هرمونز وزي الجلوكوكورتيكويد والمينرالوكورتيكويد، دي هرمونز بتبقى موجوده في جسمنا يعني. تمام، عندنا تاني حاجه، تاني يوز للنات بي اتش هو الهيدروجين بيروكسيد ريدكشن. اول حاجه ايه هو الهيدروجين بيروكسيد ده؟ بيقول ان الهيدروجين بيروكسيد دوت هو ممبر من فاميلي كبيره اسمها رياكتيف اوكسجين سبيشيز. تمام، ار او اس. تمام، العيله ديت الكومباوندز ديت formed continuously as byproducts of aerobic metabolism. يعني ايه؟ يعني انا عندي دلوقتي ال ROS دولت، ايه السورس بتاعهم؟ السورس بتاعهم ان هم ممكن يطلعوا كنواتج من aerobic metabolism، ممكن يطلعوا من كنواتج من reaction with drug او reaction with environmental toxin دخل جسمنا. برضو ممكن يطلعوا السورس بتاعهم برضو ان هم ممكن يطلعوا لما الليفل بتاع الانتي اوكسيدنت بيقل. تمام، كل ده all creating the condition of oxidative stress. يعني كل دولت بيطلعوا لي ار او اس. يبقى انا عندي الهيدروجين بيروكسيد هو ممبر من فاميلي كبيره، من عيله كبيره اللي هي الرياكتيف اوكسجين سبيشيز. تمام، عندنا الكومباوندز ديت بتبقى formed continuously، يعني كنواتج من reaction with the drug او environmental toxin لما ال level of the antioxidant is diminished يعني اقل. عندنا برضو عندنا برضو خلاص كل دولت، كل دول creating the condition of oxidative stress. تمام، برضو دي كلها كانت عوامل خارجية، لكن برضو عندنا عوامل داخلية. يعني ايه؟ يعني حاجات جوه السل intracellular، يعني جوه السل ممكن تطلع لي reactive oxygen species دول. زي ايه مثلا؟ زي مثلا ال peroxidation of the lipids. احنا اخدنا في الموديول اللي فات ال peroxidation of the lipids او ال peroxidation of the fatty acids بتproduce برضو super oxide، وال super oxide دوت هو برضو member من ال reactive oxygen species. تمام، عندنا تاني حاجة أي disturbance في الإلكترون ترانسبورت تشين، أي leakage of the electrons من الإلكترون ترانسبورت تشين برضو أخدناها بتطلع لي هيدروجين بيروكسيد، وهو برضو فرد من عيلة الـ ROS. تمام، تالت حاجة الفاجوسايتوزيس اوف ذا بكتيريا، برضو بيطلع لي، يعني أنا لما الوايت بلاد سيلز تيجي تقتل لي البكتيريا بتطلع برضو ار او اس. تمام،
ايه بقى اضرار الار او اس دول؟ دول مضرين جدا، لان دولت بيعملوا ايه بقى؟ الرياكتيف اوكسجين سبيشيز دول هم هايلي رياكتيف اوكسجين انترميديت، بيعملوا لي ايه؟ بيعملوا كيميكال دامج للدي ان ايه، بيعملوا لي دامج للبروتين، بيعملوا دامج برضه للانساتوريتد ليبيد، وممكن في الاغلب بيعملوا سيل ديث. برضه بيشاركوا في شويه او بيبقوا انفولفد في شويه باثولوجيكال بروسيسز، زي مثلا الريبرفيوجن انجري والكانسر والانفلاماتوري ديزيز والايجنج، تمام؟ عشان كده هم مضرين جدا. فبالتالي the cell has several protective mechanisms، عندها protective، عندها بتعمل حاجات تحميها وبتقلل التوكسيسيتي بتاعه الكومباوندز دي، تمام؟ او ايه هي ايه بقى الحاجات الميكانيزمز دي؟ اول حاجه الانتي اوكسيدنت رياكشنز، تمام. انا عندي دلوقتي الجلوتاثيون، اول حاجه الجلوتاثيون ريدوس الجلوتاثيون دوت انتي اوكسيدنت كومباوند، تمام. سوري، عندنا ايه؟ عندنا الجلوتاثيون بيروكسيديز انزيم دوت انتي اوكسيدنت انزيم، يعني هيعمل ديتوكسيفيكيشن. يعني ايه ديتوكسيفيكيشن؟ يعني هيقلل لي التوكسيسيتي بتاعت الهيدروجين بيروكسيد دي، تمام. اول حاجه عندنا الريديوسد جلوتاثيون اللي هو جي اس اتش كان كيميكلي ديتوكسيفاي الاتش 2 او 2. انا عندي دلوقتي ان الريديوسد جلوتاثيون دوت بيقول ان هو ده كومباوند هستخدمه علشان هعمل ديتوكسيفاي، يعني هقلل التوكسيسيتي بتاعت الهيدروجين بيروكسيد، تمام. والرياكشن دي كاتالايز باي انزيم اللي هو جلوتاثيون بيروكسيديز يوزنج ال بي اتش. يعني ايه الكلام ده؟ يبقى انا عندي دلوقتي في انزيم اسمه جلوتاثيون بيروكسيديز انزيم، الانزيم دوت محتاج كو انزيم يساعده علشان يعمل الفانكشن بتاعته. ايه الكو انزيم؟ ال بي اتش، تمام. دلوقتي الجلوتاثيون بيروكسيديز هيعمل لي ايه؟ الانزيم دوت هيحول لي ال H2O2 الهيدروجين بيروكسيد اللي هو التوكسيك الهارمفول ده، هيحوله لي لووتر فيبر اللي هو النون توكسيك، واللي هو النون توكسيك ومش مضر لينا، تمام. طيب هو ده اللي هيحوله لي. هيحوله لي ازاي؟ قال علشان الجلوتاثيون بيروكسيديز يعمل ريدكشن لل H2O2 ويحوله الووتر فيبر، تمام، محتاج ريديوسد، محتاج كومباوند اللي هو ريديوسد جلوتاثيون، محتاج الكومباوند اسمه جلوتاثيون يكون في ريديوسد فورم، تمام. ماشي، ليه؟ علشان هو اللي ده اللي هياخد منه الاتش، يعني الجلوتاثيون بيروكسيديز انزيم هياخد الاتش اللي هيديها لل H2O2 ويحوله ال H2O اللي هو ووتر فيبر، يعني هياخدها من الريديوسد فورم اوف ذا جلوتاثيون، تمام. طيب ايه بقى دور بقى النت بي اتش؟ عشان نفهم، يعني النت بي اتش انا دلوقتي لما اخدت الاتش من الريديوسد جلوتاثيون واديتها لل H2O2 وحولته ل H2O، بالتالي الجلوتاثيون ده هيبقى ان ذا اوكسيدايزد فورم. طيب انا عايزه احوله تاني للريديوسد فورم علشان خاطر اخد الاتش بتاعته واديها للهيدروجين بيروكسيد تاني، اعمل له ريدكشن يتحول لووتر فيبر، تمام. طيب احول ازاي من الاوكسيدايزد تو ذا ريديوسد فورم؟ هحتاج النت بي اتش. النت بي اتش دوت هيدي الاتش بتاعته هيعمل ريدكشن للجلوتاثيون الاوكسيدايز فورم، فهيحوله للريديوسد فورم، وبالتالي الجلوتاثيون بيروكسيديز انزيم هيستخدمه تاني وياخد الاتش بتاعته عشان يعمل ريدكشن للهيدروجين بيروكسيد. العمليه دي هي اسمها انتي اوكسيدنت رياكشن. عندي انتي اوكسيدنت انزيم اللي هو الجلوتاثيون بيروكسيديز هيعمل لي ديتوكسيفيكيشن لل H2O2. ازاي؟ هيحول لي ال H2O2 الهارمفول دوت التوكسيك لحاجه نون هارمفول اللي هي الووتر فيبر، تمام. طيب هيحتاج ايه؟ هيحتاج هو انزيم النت بي اتش. النت بي اتش هو دوت اللي هيحول لي الاوكسيدايزد فورم اوف ذا جلوتاثيون، بعد ما اخدت منه الاتش وتحول للاوكسيدايزد فورم، انا النت بي اتش هيعمل له ريدكشن ويحوله للريديوسد فورم علشان الجلوتاثيون بيروكسيديز انزيم ياخد الاتش بتاعته بتاعت الريديوسد فورم دي ويديها يعمل بيها ريدكشن للهيدروجين بيروكسيد، تمام. ماشي، thus النت بي اتش indirectly provides electrons for the reduction of the H2O2، هو بصورة indirect ساهم في ال reduction of the H2O2، تمام. ازاي بصورة indirect؟ ان هو حول الجلوتاثيون من الoxidized form للreduced form، والreduced form بتاعت الجلوتاثيون دي بقى هي دي اللي هتديني ال H علشان لل H2O2 عشان احوله ل H2O. طبعا كل ده بكاتالايزد باي الجلوتاثيون بيروكسيديز انزيم، تمام. فهو بيقول ايه؟ بيقول ان الريديوسد جلوتاثيون الجي اس اتش كان كيميكالي ديتوكسيفاي، يعني يقلل التوكسيسيتي بتاعه ال H2O2. This reaction is catalyzed by الجلوتاثيون بيروكسيديز using النت بي اتش.
thus net pH indirectly provides electrons for the reduction of the H2O2. تمام. تاني حاجة تاني حاجة عندنا هي ال الانتي اوكسيدنت كيميكلز. تمام. الانتي اوكسيدنت يعني احنا اخدنا اول حاجة الانتي اوكسيدنت رياكشن. تمام. هناخد بقى في انتي اوكسيدنت كيميكلز، في كيميكلز معينه بتاكت از انتي اوكسيدنت، زي مثلا مين دول؟ بيبقوا موجودين كمان في انترا سيلوري. يعني ايه؟ يعني جوه السل. يعني انا عندي انتي اوكسيدنت كيميكلز جوه السل بتاعتي، وبيأكت از دول بيشتغلوا كريديوسنج ايجنتس برضو. مين هما؟ الاسكوربيت، الفيتامين اي، البيتا كاروتين. تمام. دولت لما جينا نجربهم في المعامل لاحظنا ان هما بيعملوا ريدكشن للار او اسز، فبالتالي بيعملوا ديتوكسيفيكيشن للار او اس، يعني بيمحوا التوكسيسيتي او بيوقفوا التوكسيسيتي بتاعت الار او اس في اللابوراتوري. ده بقى احنا عندنا في الانترا سيلر في اسكوربيت وفيتامين اي وبيتا كاروتين، لاحظنا لما جينا في تجارب في المعامل لاحظنا ان دول بيعملوا ريدكشن وبيعملوا ديتوكسيفيكيشن للار او اس. تمام ماشي. وكمان استنتجنا حاجه، استنتجنا ان لما بناخد لما بنيجي ناكل اكل ريتش ان ذيس كومباوندز، تمام، يعني بناخد اكل غني بجانب الكيميكلز ديت. تمام. لاحظنا ان ده بيقلل حاجتين، بيقلل الريسك فور سيرتن تايبس اوف كانسر، بيقلل الريسك ان انا ممكن يجيلي نوع من انواع الكانسر. تاني حاجه بيقلل الفريكوينسي اوف سيرتن اذر كرونيك هيلث بروبلمز، برضه بيقلل نسبه حصولي او اصابتي بكرونيك هيلث بروبلمز. تمام. ده الانتي اوكسيدنت كيميكلز. طيب عندنا تالت بقى يوز للنات بي اتش، السيتوكروم بي 450 مونو اوكسجيني سيستم. المونو اوكسجيني سيستم يعني بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي ان انا ايه؟ هو الابيليتي ان انا اضيف 1 اوكسجين اتوم على سبستريت، اي سبستريت بقى ايا كان، دراج، توكسن، اي حاجه. تمام. لما بضيف الاو دوت لما بضيف الاو دوت على السبستريت ده هكون سبستريت كونتيننج هيدروكسيل جروب. تمام. يعني هحول السبستريت لسبستريت تاني بس فيه هيدروكسيل جروب. خلاص ماشي. تمام. الهيدروكسيل جروب دي اهميتها ايه؟ ان دي هتخليه مور ووتر سوليبل، فهيبقى اقدر اتخلص منه بسرعه، اقدر يعني اعمل له اكسكريشن بسرعه. تمام. طيب السيتوكروم، في عندنا انزيم اسمه سيتوكروم بي 450، ده انزيم عنده المونو اوكسجينيز سيستم، فبالتالي عنده الابيليتي ان هو يضيف ينكوربوريت، يعني يضيف 1 اتوم فروم ذا اوكسجين، يضيف 1 اوكسجين اتوم انتو ا سبستريت. تمام. كرييتنج ا هيدروكسيل جروب. استفدت بكده ايه؟ ان هو ووتر سوليبل واقدر ان انا اعمله اكسكريشن بسرعه. تمام. ان ذا سيتوكروم P450 mono oxygenase system النت بي اتش provides the reducing equivalent required by this series of reactions. يعني انا عندي النت بي اتش هو برضو كو انزيم للانزيم اللي اسمه سيتوكروم P450. تمام. دوت اللي هي act as a reducing agent وهيساعد في الرياكشن دي. تمام. طبعا عندنا في الرياكشن الموجوده في الدياجرام دي ان احنا عندنا مثلا الار يعني كانه بيمثل عن الاسترويد هرمون او دراج كيميكال اي حاجه. اللي حصل ان انا عندي اكسجين مولكيول وعندي نت بي اتش وعندي نت بي اتش اتش بوزيتيف. تمام. ده كله على بعضه كده حاجه واحده. تمام. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان السيتوكروم في انزيم اسمه سيتوكروم بي 450. تمام. السيتوكروم بي 450 هيشيل 1 اوكسجين اتوم من الاكسجين مولكيول دي ويضيفها هنا. تمام. فبدل ما كانت ار اتش بقت ار او اتش. الار او اتش دي يعني الاو اتش دي هيدروكسيد جروب. كده انا استفدت ايه؟ استفدت ان انا حولته لمور سوليبل كومباوند. تمام ماشي. تمام. انا اتبقى عندي بعد ما شلت 1 اوكسجين اتوم وديتها هنا في عندي 1 اوكسجين اتوم. ايه دور النات بي اتش بقى؟ اتش بوزيتيف، ان النات بي اتش هيحصل له اوكسيديشن. يعني ايه؟ يعني هو هيشيل الاتش بتاعته وهالاتش بتاعته دي كمان هيدي ال2 اتشز دول للاو اللي فاضله، الاو الوحديه اللي فاضله، فبقت اتش 2 او وبقى نات بي بوزيتيف، ده الاوكسيدايز فورم بتاعه. تمام. المهم ان هي فور اندرستاندينج، يعني ان احنا نفهم ان المونو اوكسجينيزز عامه منهم السيتوكروم بي 450 دول بينكوربوريت، بيدخلوا 1 اتوم اوف ذا اوكسجين مولكيول انتو ا سبستريت كرييتنج هيدروكسيل جروب. السيتوكروم بي 450 مونو اوكسجينيز سيستم ده ان بي اتش بيبقى بروفايد ذا ريديوسينج ايكويفالنت ريكوايرد باي ذيس سيريز اوف رياكشنز. ان بي اتش مهم جدا علشان يعمل الفانكشن بتاعته.
اخر يوز للناد بي اتش هي الوايت بلد سيل فاجوسايتوزس اند الميكروب كيلينج. تمام، هو بدا يعرف لي ايه هو الفاجوسايتوزس. سريعا كده، الفاجوسايتوزس هي الانجلفمنت او الانجستشن، يعني ان انا ابلع المايكرو اورجانيزمز الفورين بارتيكلز السيلولر ديبريس تلف الخلايا او كده، تمام، ببلعهم بواسطه بروسيس اسمها الريسبتور ميديتد اندوسايتوزس، كنا واخدينها في الهيستولوجي، باي الوايت بلاد سيلز او الليوكوسايتس. الوايت بلاد سيلز منهم كاكزامبل يعني النيوتروفيلز الماكروفاجز المونوسايتس وكده، تمام. فانا عندي الفاجوسايتوزس هو الانجلفمنت، ان انا ابلع بواسطه ريسبتور ميديتد اندوسايتوزس اوف مايكرو اورجانيزمز فورين بارتيكلز السيلولر ديبريس باي الوايت بلاد سيلز او الليوكوسايتس يعني such as النيوتروفيل والماكروفاجز. الفانكشن، تمام، اللي ايه يعني ايه اهميه او ايه الامبورتنس بتاعه الفاجوسايتوزس؟ دي امبورتنت ديفنس ميكانيزم particular bacterial infection ديت defense mechanism كاميونيتي بتدافع عن جسمي خصوصا في البكتيريال انفكشن. النيوتروفيل والمونوسايت، دلوقتي بقى النيوتروفيل والمونوسايت قلنا ان هم بيعملوا فاجوسايتوزس بيقضوا على البكتيريا، تمام. هم ازاي بقى بيتخلصوا او بيدستروي البكتيريا دي؟ بتو ميكانيزمز، اول ميكانيزم الاكسجين ديبندنت وتاني سوري اندبندنت وتاني ميكانيزم الاكسجين ديبندنت، تمام. يبقى اول تو ميكانيزمز الحاجتين دول، اول ميكانيزم الاكسجين اندبندنت دي يعني الميكانيزم دي لا تعتمد على الاكسجين، doesn't require oxygen، تمام. دي بتعتمد على اللايزوزومال انزيمز، اللايزوزومال انزيمز بتعمل لي بتكون لي اسيديك بي اتش اسيديك ميديوم، الاسيديتي العاليه دي هي دي اللي هتقتل لي البكتيريا. يبقى دي اول ميكانيزم الاكسجين اندبندنت ميكانيزمز يوز بي اتش تشينجز، بتتحكم في البي اتش in phagolysosomes and the lysosomal enzymes to destroy the pathogens. الacidity بتقتل لي pathogens. تاني ميكانيزم oxygen dependent، الميكانيزم دي بتاع يعني بحتاج فيها oxygen بت require oxygen. ايه هي الميكانيزم دي؟ الميكانيزم دي بتاع يعني بتحصل بتو enzymes NADPH oxidase والمايلو بيروكسيديز انزيم، خلاص دول الاثنين بي work together بيشتغلوا مع بعض علشان خاطر يتخلصوا من البكتيريا اللي عندي، تمام. يبقى انا عندي اخر يوز للنات بي اتش الوايت بلاد سيل فاجوسايتوزس والميكروب كيلينج. عندي الديفينيشن الفاجوسايتوزس ان انا بعمل انجلفمنت او انجستشن ببلع باي ذا ريسبتور ميديتد اندوسايتوزس اوف المايكرو اورجانيزمز فورين بارتيكلز السيلولر ديبريس باي ذا وايت بلاد سيلز اللي هم زي مين نيوتروفيل وميكروفاجز، تمام. ليه مهمه؟ علشان دي امبورتنت ديفنس ميكانيزم خصوصا في البكتيريال انفكشن، تمام. النيوتروفيل والمونوسايت ازاي بيتخلصوا من البكتيريا؟ بتو ميكانيزم، اول ميكانيزم اوكسجين اندبندنت يعني لا تعتمد على الاكسجين، بتعتمد على اللايزوزومال انزيم، بتعمل اسيديتي عاليه بتقلل البي اتش بتعمل اسيديتي عاليه، الاسيديتي هي دي اللي هتقتل البكتيريا. تاني ميكانيزم الاكسجين ديبندنت، دي الميكانيزم دي بتعتمد على الاكسجين، دي بتحت زي تو انزيمز النات بي اتش اوكسيديز والمايلو بيروكسيديز انزيمز، التو انزيمز دول في الميكانيزم دول بيشتغلوا مع بعض علشان يقتلوا لي البكتيريا. اخر 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 يوز بقى للنات بي اتش هي النيتريك اوكسيد synthesis تصنيع النيتريك اوكسيد، تمام. انا بصنع النيتريك اوكسيد بانزيم اسمه نيتريك اوكسيد سينثيز انزيم. طيب النات بي اتش هو كو انزيم للنيتريك اوكسيد سينثيز انزيم، يعني يبقى ايه عشان كده النات بي اتش هو يبقى زي النات بي اتش بيدخل في تصنيع النيتريك اوكسيد، ان النات بي اتش هو كو انزيم ليه انزيم اسمه نيتريك اوكسيد سينثيز، هو ده اللي هيصنع لي نيتريك اوكسيد. عندنا بقى هنا في الدايجرام اللي عندكم ده هو بيشرح ايه اهميه النيتريك اوكسيد، يعني النيتريك اوكسيد دوت بيأكت از هرمون، تمام. ازاي؟ بيليد 3 فانكشنز. اول فانكشن بتاعته ان هو بيريلاكس السموث ماسلز الفاسكولار سموث ماسلز، السموث ماسلز اللي بتغطي لي بلاد فيسلز وكده يعني وغيرها والفاسر وكده، اللي بيعمل لها ريلاكسيشن مسؤول ان هو يعمل لها ريلاكسيشن وكده النيتريك اوكسيد. دي اول يوز للنيتريك اوكسيد. تاني فانكشن للنيتريك اوكسيد هي البريفنت البليتليت اجريجيشن، بتمنع تجلط الدم. تالت فانكشن للنيتريك اوكسيد بتاكت از ان نيورو ترانسميتر ان ذا برين، بتشتغل كنيورو ترانسميتر في البرين، تمام. يبقى انا يبقى عشان كده النات بي اتش مهم جدا هو يصنع لي النيتريك اوكسيد، تمام. ليه؟ علشان النيتريك اوكسيد ليه وظائف مهمه جدا، منها ان هو بيعمل ريلاكسيشن للسموث ماسل، بيمنع تجلط الدم بريفنت البليتل اجريجيشن، بي فانكشن از ان نيورو ترانسميتر ان ذا برين، تمام. كده خلصنا اليوزز بتاعه النات بي اتش.
نيجي بقى عندنا ال G6PD deficiency. ال G6PD هو اختصار ل الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز انزيم ديفيشنسي. تمام، ايه افكركم كده سريعا ايه الانزيم ده. احنا قلنا ان اول رياكشن عندنا في البنتوز فوسفيت باث واي هي الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيشن. دي هيدروجينيشن بعمل اوكسيديشن للجلوكوز 6 فوسفيت بحوله ل 6 فوسفو جلوكونو لاكتون. تمام، بانزيم اسمه الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز انزيم. هندرس بقى دلوقتي الديس اوردر او المرض الوراثي الناتج عن الديفيشنسي بتاع الجي 6 بي دي ده. الجي 6 بي دي ديفيشنسي هو هيريديتوري كونديشن، يعني ايه؟ هو مرض وراثي. And it causes chronic hemolysis of the red blood cells. بيسبب chronic hemolysis of the red blood cells. يعني ايه؟ يعني عندنا دلوقتي ان عندنا الجي 6 بي دي ديفيشنسي ده بيعمل هيموليتيك انيميا. انيميا يعني نقص في الدم. تمام، الهيموليتيك انيميا هو نقص في الدم نتيجه تكسير الريد بلاد سيلز، البريك داون اوف ذا او دم ديستروينج ريد بلاد سيل. يعني الجي 6 بي دي ديفيشنسي بيسبب تكسير في الريد بلاد سيل، فبالتالي بيعمل لي انيميا، كرونيك انيميا او كرونيك هيموليسيس اوف ذا ريد بلاد سيلز. This negative effect is balanced by the advantage of an increased resistance to plasmodium falciparum malaria. تمام، يعني ايه؟ بيقول ان رغم ان ده مرض وراثي وكل حاجة، بس هو ليه advantage، ليه ميزة. ايه الميزة دي؟ ان هو بيبقى resistant to the plasmodium. البلازموديوم ملاريا ده مرض بيتنقل بموسكيتو او اسمها falciparum malaria. تمام، البلازموديوم فالسبارين مالاريا دي بتشتغل على الريد بلاد سيلز، بتكسر الريد بلاد سيلز. يعني هدفها ان هي لما يعني بتنفكت ا بيرسون مثلا، بتخش جوه الريد بلاد سيلز بتاعته وتبدا تتكاثر وتكسرها. تمام، ايه بقى الميزه بقى؟ ايه علاقه الجي 6 بي دي ديفيشنسي بده؟ ان الجي 6 بي دي ديفيشنسي اوريدي بيكسر الريد بلاد سيل، فلما تيجي حد يصاب عنده جي 6 بي دي ديفيشنسي ويصاب بمالاريا بلازموديوم فالسبارين مالاريا، يعني مش هتأثر بيها، هيبقى ريزيستنت ليها لأنه هو اوريدي الريد بلاد سيلز عنده متكسره، فساعتها الملاريا دي مش هتكسرها. تمام، الجي 6 بي دي ديفيشنسي ده من السيمتومز او اعراضها الهيموليتيك انيميا، قلنا ان نقص الدم نتيجه تكسير الريد بلاد سيل، كوز باي ذا انابيليتي تو ديتوكسيفاي اوكسيدايزنج ايجنت. يعني ايه؟ يعني انا بكسر تكسير الريد بلاد سيلز، ده السبب الرئيسي ايه؟ ان انا مش قادره اعمل ديتوكسيفيكيشن او اقلل التوكسيسيتي او ادستروي الاوكسيدايزنج ايجنتس، الار او اسز والهيدروجين بروكسيد اللي احنا قلنا عليهم وكده. تمام، ليه؟ لان احنا عندنا ان الجي 6 بي دي ديفيشنسي كان بيشتغل في البنتوز فوسفيت باث واي. البنتوز فوسفيت باث واي كان بيطلع لي نات بي اتش. النات بي اتش اللي احنا قلنا لسه كنا راغيين في اليوزس بتاعته ان هو بيعمل لي ديتوكسيفيكيشن للاوكسيدايزنج ايجنتس دول، هم الار او اسز وكده. تمام، فانا دلوقتي لو عندي جي 6 بي دي ديفيشنسي، بالتالي ما في الباث واي هتقف، بالتالي مش هنتج نات بي اتش، بالتالي مش هقدر اعمل ديتوكسيفيكيشن للاوكسيدايزنج ايجنتس دي، فبالتالي الريد بلاد سيلز شكلها هيتغير وهيحصل لها يعني ابنورماليتيز وكده، والفاجوسايتس اللي هي الخلايا الدم المناعيه وكده يعني هتتعرف يعني بالنسبه لها الريد بلاد سيل بعد ما تغير شكلها بقت فورين بارتكل، فورين بودي، حاجه غريبه عن الجسم لانها اخذت شكل غير طبيعي، فهتقعد تكسرها. تمام، عندنا الانسيدنس او عند الجيوغرافيكال ديستريبيوشن، الجي 6 بي دي ديفيشنسي ده هو الموست كومن ديزيز بروديوسينج انزيم ابنورماليتي ان هيومنز. يعني ايه؟ يعني انا عندي لو في انزيم ابنورماليتي بينتج عنه امراض وراثيه. اشهر الامراض الوراثيه اللي سببها انزيم ابنورماليتي هو الجي 6 بي دي ديفيشنسي، هو الموست كومن ديزيز بروديوسينج انزيم ابنورماليتي ان هيومنز. بيأثكت بيسيب مور ذان 400 مليون انديفيدوالز وورلد وايد. بس يعني هو بيسيب اكتر من 400 مليون شخص حول انحاء العالم، بس اكتر المناطق اللي بيحصل فيها الديفيشنسي المرض ده اللي بينتشر فيها المرض ده الميدل ايست، تروبيكال افريكا، الميدل ايست، الشرق الاوسط، تروبيكال افريكا، الغابات الاستوائيه وكده، ايجيا والبارتس اوف ذا ميديترينيان، البحر المناطق القريبه من البحر المتوسط وكده. الجي 6 بي دي ديفيشنسي ده از اكس لينكد. تمام، يعني ايه اكس لينكد؟ يعني هي كانت الدكتور شرحتها في
السايت يعني ان الاكس لينك دوت هو الريسيسيف، يعني لازم يكون مثلا الجي 6 بي دي ديفيشنسي ده نتيجه ميوتيشن حصل لجين، تمام؟ الجين ده لازم يكون علشان يجي لي جي 6 بي دي ديفيشنسي لازم الجين ميوتيشن ده يحصل على ال 2 اكس كروموزومز. عشان كده بنقول ان جي 6 بي دي ديفيشنسي يعني بيحصل اكتر للميل، بيسيب اكتر الميل مور ذان ذا فيميل، لان احنا عندنا الفيميل عندنا 2 اكس كروموزومز، فبالتالي لو اكس منهم اكس كروموزوم واحد مثلا عنده الجين ميوتيشن دوت بس التاني ما عندوش فمش هصيب بيه، لكن الميل عنده اونلي 1 اكس كروموزوم. فلو الاكس كروموزوم دي لوحدها دي بقى لو عندها ميوتيشن خلاص يبقى خلصت، يبقى هو ايه كده اخذ جي 6 بي دي ديفيشنسي. مهم الجي 6 بي دي ديفيشنسي ده الكوز يعني ايه سببه؟ قلنا حصل ديفيشنسي كوز باي ا نمبر اوف ديفرنت ميوتيشن في جين كودينج جي 6 بي دي. يعني انا عندي الجي 6 بي دي ديفيشنسي سببه حصل ميوتيشن في الجين اللي كودينج فور ذا جي 6 بي دي، تمام؟ بقى انا عندي الجين كودينج فور ذا جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز انزيم حصل فيه ميوتيشن، فبالتالي مش هعمل اكسبريشن، مش هينتج لي الانزيم ده فهيحصل له ديفيشنسي، تمام؟ عندنا ايه بقى؟ عندنا برضو ان اديشن تو ذا هيموليتيك انيميا اكلينيكال مانيفيستاشن. ثانيه واحده، يعني بالاضافه ان غير ان يكون في هيموليتيك انيميا بسبب الجي 6 بي دي ديفيشنسي، من الكلينيكال مانيفيستاشن برضو يعني من الحاجات اللي بتظهر او اللي بتحصل او بتصاحب الجي 6 بي دي ديفيشنسي ده النيونيتال جونزايتس اللي هو الصفره عند الولاده، بتبقى من 1 to 4 days after birth، لكن في هو نورمالي طبيعيا بيحصل صفره بعد الولاده لكن ما بتبقاش سيفير، بتبقى عاديه. لكن انا بقى لو في جي يعني انا عندي الجي لو حد عنده جي 6 بي دي ديفيشنسي هيظهر عليه هيموليتيك انيميا، هيبقى عنده هيموليتيك انيميا وهيبقى عنده سيفير جوندايز، هيبقى عنده صفره شديده جدا، تمام؟ وسبب الصفره دوت ريزلت فروم انكريس برودكشن اوف ان كونجيجيتد بيليروبين، تمام؟ تمام. عندنا جي 6 بي دي رول ان ريد بلاد سيلز. ايه اهميه الريد بلاد سيلز؟ احنا عندنا الريد بلاد سيلز ديت بتعتمد كليا على بنتوز فوسفيت باث واي، كومبليتلي بتديبند على البروسيس دي علشان تنتج لها النابي اتش وعلشان تنتج لها ال يعني الريبوز 5 فوسفيت وكده، تمام؟ ماشي. المهم ال عندنا الديمينش جي 6 بي دي اكتيفيتي، يعني لما الاكتيفيتي بتاع جي 6 بي دي لو جي 6 بي دي حصل له ديفيشنسي قل، فبالتالي الاكتيفيتي بتاعه هيبقى ديمينش، هيقل. دوت هي امبير ذا ابيليتي اوف ذا سيل تو فورم ذا نابي اتش ذات از اسينشال فور ذا مينتيننس اوف ذا جي اس اتش بول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو في ريد بلاد سيل لو الجي عندي جي 6 بي دي ديفيشنسي بالتالي مش هكون النابي اتش، يعني هبوظ الابيليتي او هقلل الابيليتي اوف ذا سيل تو بروديوس النابي اتش اللي هو كان مهم جدا علشان الجي اس اتش بول. المينتيننس اوف ذا جي اس اتش بول يقصد الجلوتاثيون ريديوس فورم اللي احنا كنا لسه برضو شرحناها، الجلوتاثيون ريديوست فورم، تمام؟ فبالتالي مش هيحصل ايه؟ بالتالي مش هيحصل ريدكشن للهيدروجين بيروكسيد، مش هيحصل ريدكشن للرياكتيف اوكسجين سبيشيز، تمام؟ عشان ما فيش نال بي اتش. This results in a decrease in the detoxification of free radicals and peroxides within the cell. تمام. الريد بلاد سيل بيقول ان الريد بلاد سيل هي بارتيكولرلي بقت فولنربل، بقت حساسه تجاه الانزيم فاريانس وذ ديمينيشد ستابيليتي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا لو الريد بلاد سيل جالها في السيل دي جالها جي 6 حصل لها جي 6 بي دي ديفيشنسي خلاص السيل دي بقت حساسه جدا وهتتكسر وهتبوظ خالص مش هتشتغل. السبب في ده ايه؟ فور اندرستاندينج اونلي، يعني ان الريد بلاد سيل ما عندهاش نيوكليس، فبالتالي ما عندهاش ولا نيوكليس ولا ريبوزوم، فبالتالي ولا عندها دي ان ايه ولا عندها جين كودينج فور ذا الانزيم اللي عنده ديفيشنسي ده، ولا عنده ريبوزوم تصنع له الانزيم اللي هو البروتين ده، تمام؟ فبالتالي
انا مش هقدر اعوض النقص ده. يبقى انا لو الريد بلس سيل عندها نقص في الجي 6 بي دي الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز انزيم مش هتقدر تتصرف فيه. ليه؟ علشان هي ما عندهاش نيوكليس، فبالتالي ما عندهاش دي ان اي، ما عندهاش جين كودنج فور ذا فور ذا انزيم ده اقدر اصنعه تاني، وما عندهاش رايبوزوم اقدر اصنع بيه الانزيم ده تاني. فانا ما اقدرش اصنع او اجدد او اريبير الجي 6 دي ديفيشنسي ده. خلاص ماشي. عشان كده هي حساسه جدا تجاه اي انزيم فاريانت، اي اختلاف في الانزيم في الانزيم ده. طيب عندنا بقى حاجه اسمها precipitating factors in G6PD deficiency. ال precipitating factors G6PD deficiency most individuals have who have inherited one of the G6PD mutations do not show clinical manifestations. يعني ايه؟ يعني معظم الاشخاص اللي بيصابوا بال G6PD mutation او deficiency مش بتظهر عليهم اعراض، فبنسميهم asymptomatic، يعني no symptoms. خلاص ماشي. However, some patients with G6PD deficiency develop hemolytic anemia if they are كذا كذا كذا. يعني ايه؟ يعني انا عندي، لكن يبقى انا في الطبيعي mostly، يعني معظم الاشخاص اللي عندهم ده الديفيشنسي ده مش هتظهر عليهم اعراض، بسميهم asymptomatic. لكن لو انا الاشخاص دي بقى يعني اخدوا حاجه من الثلاث حاجات دول، اخدوا حاجه من الثلاث حاجات اللي انا هقولهم دول، يبقى دوت هتبدا تظهر عليه الهيموليتيك انيميا، هتبدا تظهر عليه الاعراض. ايه بقى الثلاث حاجات دول؟ لو هم تريتد وذ ان اوكسيدنت دراج، لو اخدوا اوكسيدنت دراج، لو اكلوا فافا بينز، لو جالهم سيفير انفكشن. هنشرح كل واحده واحده بالتفصيل. اول واحده الاوكسيدنت دراج. الاوكسيدنت دراج زي مثلا الانتيبيوتيك، الانتيبيوتيك زي مثلا الكلورامفينيكول، الانتي مالاريالز، الانتي مالاريالز اللي هو المضادات الحيويه ضد الملاريا، الانتي بايراتكس الادويه المهدئه زي الاسبرين مثلا، دول اوكسيدنت دراج. لو اخذ، لو شخص مصاب بجي 6 بي دي ديفيشنسي واخذهم هتظهر عليه الهيموليتيك انيميا. الفافيزم، الفافيزم بقى ديت ان في بعض الناس اللي عندهم جي 6 بي دي ديفيشنسي بيبقوا مور سسبتبل، يعني مور سنسيتيف، بيبقوا حساسين اكتر للهيموليتيك افكت اوف ذا فافابين. انا عندنا الفافابين بتعمل نورمالي لو حد شخص طبيعي واكل مثلا فول او حاجه ممكن يحصل بنسبه صغيره جدا هيموليتيك افكت. لكن لو انا، لو الشخص ده عنده جي 6 بي دي ديفيشنسي، يعني اوريدي الريد بلد سيلز بتاعته هتتكسر. تمام، احنا قلنا كده اوريدي الريد بلد سيلز بتاعته هتتكسر، واديله فافابين، لا كده ايه؟ هيبقى مور سسبتبل تو ذا هيموليتيك افكت، كده هياثر عليه جامد جدا. خلاص ماشي. بيقول بقى معلومه ان مش يعني معظم، مش كل اللي عندهم جي 6 بي دي ديفيشنسي هيبقوا عند هيبقى عندهم، يعني هيبقى عندهم فافيزم، لكن كل اللي عندهم فافيزم هيبقى عندهم جي 6 بي دي ديفيشنسي. ليه؟ لان انا مثلا لو انا عندي انا شخص طبيعي وجالي مثلا جي 6 بي دي ديفيشنسي واكلت فول جالي فافيزم، جالي هيموليتيك افكت وكده، يبقى انا اعرف على طول ان انا عندي جي 6 بي دي ديفيشنسي. خلاص، يعني اي، لو اي حد تحسس من الفول او كده، يعني اي حد اكل فول وتحسس منه وجاله هيموليتيك افكت وكده، يبقى يعرف ان هو 100% عنده جي 6 بي دي ديفيشنسي. لكن مش شرط ان كل اللي عندهم جي 6 بي دي ديفيشنسي هيبقى عندهم هيموليتيك افكت لما ياكلوا فافابين. تمام، يعني ده مش حاجه اساسيه، يعني حاجه 100%. تمام. تالت حاجة من الـ precipitating factors الـ infection. الـ infection وده الـ most common precipitating factor of the hemolysis in G6PD deficiency. ده الـ most common precipitating factor. تمام؟ ماشي. يبقى احنا عندنا الـ precipitating factors in G6PD deficiency هو عبارة عن احنا قلنا خلاص ان مش كل اللي عندهم G6PD هيظهر عليهم الأعراض، فبسميهم asymptomatic. لكن مثلا لو اديت لهم حاجة من الثلاث حاجات دول اللي هم الأوكسيدن دراج أو فافا بينز أو سيفير انفكشن هيجي لهم هيموليتيك أنيميا وتبدأ تظهر عليهم الأعراض. تمام؟ الأوكسيدن دراج زي مثلا الأنتيبيوتيك زي الكلورامفينيكول أو السلفا ميثوزول حاجة كده يعني، او الانتي مالاريال، الانتي بايراتيك ساتش از مثلا الاسبرين. تاني حاجه الفافيزم، ان انا مثلا مش كل اللي عندهم جي 6 بي دي ديفيشنسي هيتحسسوا من اكل الفول مثلا، لكن لو انا اكلت فول
لكن كل اللي عندهم فافيزم كل اللي تحسسهم من فول يبقى 100% عندهم جي 6 بي دي ديفيشنسي. ده علشان علشان الجي 6 بي دي ديفيشنسي بيبقوا سسبكت. الجي 6 بي دي بيبقوا سسبكتبل تو ذا اللي عندهم جي 6 بي دي ديفيشنسي بيبقوا سسبكتبل تو ذا هيموليتيك افكت فبيجي لهم هيموليتيك انيميا. ثالث حاجه الانفكشن. الانفكشن ده هو ده الموست كومن بريسبيتيتنج فاكتور. تمام. اخر حاجه عندنا في الليكتشر النهارده هي الفاريانت جي 6 بي دي بروبرتيز. يعني ايه الجي 6 بي دي دوت فاريانت؟ هو قلنا حصل ميوتيشن في الجين كودينج فور ذا جي 6 بي دي انزيم فحصل فبالتالي مش هيبقى اكسبريسد مش هنتج جي 6 بي دي فهيحصل له ديفيشنسي. ايه نوع الميوتيشن اللي حصل في الجين؟ بوينت ميوتيشن. تمام. يبقى almost all G6PD variants are caused by point mutations. انا عندي كذا فورم كذا نوع من الجي 6 بي دي ديفيشنسي. تمام. almost كلهم بسببهم point mutation. يعني ايه point mutation؟ يعني انا عندي الجين كودينج فور الجي 6 بي دي دوت. تمام. بدلت وحده امينو اسيد بدلتها بوحده ثانيه خالص فدي اسمها بوينت ميوتيشن. فالسيكونس اتلخبطت فالكود باظ فايه اداني اب نورمال حاجه ثانيه خالص. تمام. البوينت ميوتيشن هو ان انا يحصل ميوتيشن في الجين كودنج فور الجي 6 بي دي انزيم نتيجه ان انا بدلت امينو اسيد بامينو اسيد ثاني خالص ما كانش ينفع يكون موجود. تمام. ودولت ايه بقى موست ميوتيشن ذات بريزنت ان انزيمك ديفيشنسي ار ميسنس ميوتيشن ان ذا كودنج ريجن. تمام. يعني point برضو mutation. So the mutant enzymes differ from the respective normal variants by a single amino acid. يعني يبقى يعني النقطة الفاصلة ما بين ال abnormal enzyme وال normal enzyme هو a single amino acid. Just إن أنا بدلت amino acid بamino acid تاني خالص. تمام. بس كده كان ال lecture وأتمنى تكونوا فهمتوا إن شاء الله. وبس thank you. وربنا يوفقكم.